وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان المحلل السياسي حسين العليان. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين. بداية، إلى ماذا يدل انهيار التحالف الجديد بعد يوم واحد فقط من إعلانه؟ أهلا ومرحبا فيك أخي، شكرا. حياك الله. يعني التحالفات في العراق يعني قد متحركة، يعني ليس من السهل التنبؤ بشكل التحالفات وخريطة التحالفات القائمة، فالتحالفات تحكمها مجموعة من العوامل. العامل الأول مصالح الأطراف المشاركة في هذا الموضوع والسعي لتحصيل بعض المكاسب، لكن العامل الحاسم والاستراتيجي في هذا الموضوع هو تدخل القوى الإقليمية في الجوار. نعم. يعني ما لم تضع بصمتها على شكل التحالفات وبالتالي تؤمن مستقبل علاقتها في العراق ومستقبل نفوذها في العراق، فلن تقوم الانتخابات ولن تشكل التحالفات. نعم. أنا تقديري انسحاب بدر والحشد من العبادي، هم برروا بأنه سفينة نوح تحمل معها يعني من كل لون، وبالتالي هم رفضوا. هذه ليست الحقيقة في هذا الموضوع. أنا لا أعتقد أن الإيرانيين قلقين بشأن هذا الموضوع. الإيرانيين حيث ترسي السفينة فهم طرف فيها، فهم طرف في التحالف العبادي، هم طرف في تحالف الحشد، هم طرف في تحالف المالكي. بمعنى يعني هم يديرون شركائهم وحلفائهم وأتباعهم في العراق يعني وفق ما تشتهي سياساتهم الخاصة. فلا نعول كثيرا على مسألة انسحاب هذا أو ذاك ونعطيها أهمية كبرى. العراق اليوم في حالة انعدام وزن، وبالتالي لا يمكن أن ننتج تحالفات أو انتخابات تخدم استقرار البلد وإعادة إعماره وإعادة دوره في المنطقة. طيب، يعني بعد هذا الأمر شكل هذا التحالف، بعد يوم واحد أعلن عن تشظي هذا التحالف وهنالك انسحابات داخله، برأيكم لماذا هذا التشظي السريع ولماذا يعكس على المشهد العام في العراق؟ وبالتأكيد هو تشظي بخلافات على المصالح، من يكون الأول، من يكون الرقم صعب في هذه المعادلة، ما هو مشروع ما بعد الانتخابات، هي بحث عن مصالح ونفوذ لهذه الكتل، وهذا في خيارات الخارج سواء الأمريكي أو الإيراني مسموح الخلاف على التفاصيل. يعني هل تعتقد أن هادي العامري يراهن على منصب رئاسة الوزراء وهذا هو الأمر الذي أدى به إلى الانسحاب؟ يعني مؤكد هادي العامري اليوم بيعتبر حاله هو الرقم الصعب كقائد لميليشيات الحشد الفاعل اللي أمسكت في الحياة السياسية، سيما وأنه هو أصلاً عنده نفوذ سياسي في الانتخابات السابقة وحصل وزارة كان وزيرا في مرحلة من المراحل. نعم. والطموحات الشخصية لهؤلاء الأفراد أعتقد تلعب دور رئيسي في موضوع الخلافات. طيب، النائب عن التحالف الكردستاني ماجد شنكال يقال إن قائمة العبادي تظهر سطوة إيران على العراق، هل برأيكم إمكان إيران إعادة صياغة الأمر من جديد اليوم؟ أنا أعتقد أنه اليد الطولة في الانتخابات هي لحلفاء إيران في العراق، والأمريكي في العراق وحلفائه من دول العرب ودول العرب في المنطقة، أعتقد أنها هي الطرف الأضعف في هذا الموضوع. وتغيير معادلة الموازين القوى في العراق بات من القضايا الصعبة، يعني عشان هيك احنا سنشهد انقسامات حادة في الحياة السياسية. انت اذا بتتابع الائتلافات اللي عم تتشكل اليوم، عندك اكثر من بجوز من 300 كتله وحزب والى اخره داخل هذه الائتلافات. نعم. هذا خطوره هكذا انتخابات انها راح تفكك الحياه السياسيه في العراق الى كتل فسيفسائيه صغيره. يفقد العراق معها القدره على الفعل السياسي، وهذا اعتقد مدروس من الخارج، الأمريكي أولا والإيراني ثانيا وغيرهم. نعم، المحلل السياسي حسين العليان كنت معنا، شكرا جزيلا لك.